شيخ ناصر، الفتن على كل حال خطيرة وضارة، ولكن أخطرها إذا كانت بين طلاب العلم. صدقت، هذه الخطيرة جدا، هذه ظاهرة في العصر الحاضر يعني قوية. نعم، مع الأسف الشديد. وهذا أنا أعلله بشيء يا أستاذ، ما أدري هل توافقونني عليه. في غمرة هذا التوجه إلى السنة والتوحيد، كنت أظن أنه آفة العالم الإسلامي هو جهلهم بالتوحيد، وأنه يصدق على الكثير منهم قوله تبارك وتعالى: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. لكني مع الزمن تكشف لي إلا أخرى، وهذا هو بيت القطين الآن، وفساد الأخلاق. فساد الأخلاق، لأننا نرى كما ذكرت آنفا طلاب العلم يتخاصمون ويتنازعون وإلى آخره. ما هو السبب؟ لذلك أنا أقول لإخواننا، وأظن علي يذكر هذا جيدا، في صحوة علمية لكن ما في تربية إسلامية. نعم، تذكر هذا جيدا. لذلك مشكلتنا الآن أننا بحاجة إلى تربية. نعم، وهذه الملاحظة هي التي أوحت إلي أن أقول دعوتنا يجب أن تقوم على أساسين متينين جدا: التصفية والتربية. التصفية والتربية، تصفية الإسلام ما دخل فيه ما يتعلق بالعقائد وبخاصة بالتوحيد، ما يتعلق بالأحاديث الصحيحة دخل فيها ما ليس منها إلى آخره، الفقه أيضا في أشياء ليست من الفقه بسبيل إطلاقا، هذا هو التصفية بإيجاد. أما التربية فبحر لا ساحل له. ولذلك يجب أن نهتم بهذا، ونسأل الله أن يعيننا وإياكم على أن نقوم بما يجب علينا جميعا من العناية بالتصفية والتربية.